لا تبدو ظروف النصر مثالية أبدا في الأيام الحالية، ولن يعيش النصر ألما أقوى من أن يخسر من الغريم التقليدي الهلال في 3 مواجهات متتالية، واحدة منها أبعدته عن لقب الدور السعودي، وأخرى أبقته في المركز قبل الأخير، والأخيرة حرمته من كأس الملك. الفريق الأصفر عاش تفاوتا كبيرا بين الأيام التي سبقت التوقف بسبب فيروس كورونا والأيام التي لحقتها. الحديث هنا عن المنافسات المحلية، لأن النصر نجح في دور أبطال آسيا بالوصول إلى نصف النهائي لأول مرة بتاريخه، وغادر المسابقة من بوابة الضربات الترجيحية قبل أن تلاحق إدارته قانونيا وراء ما تعتبره عدم أهلية مشاركة بعض لاعبي بيروز الإيراني، وذلك في محاكم كاس. محليا وبعد العودة من التوقف بسبب كورونا، فقد النصر فرصة المنافسة على لقب الدوري والحفاظ عليه بعد أن خسر أمام الهلال بأربعة أهداف لهدف شهد عليها ملعب الملك فهد الدولي. لعب بعدها 7 مواجهات في الدوري وضعته في المرتبة الثانية بفارق 8 نقاط عن الهلال البطل. رحل النصر إلى مهمة آسيا، وعاد ومعه كتيبة كبيرة من الصفقات المحلية والأجنبية بأسعار عالية وصلت حسب التقديرات إلى مئات الملايين، من خلال شراء عقد الأرجنتيني مارتينيز ب$17 مليون من ناديه الأمريكي، والكوري الجنوبي جينسو المدافع الأيسر بما تجاوز 1 مليون يورو. الفريق الأصفر دخل الموسم المحلي الجديد مظفرا ب10 لاعبين سعوديين اضطر لشراء عقود كثيرين منهم، وذكرت الصحافة السعودية حينها أن خطوات التعاقد معهم دفعت الداعم الأصفر لضخ ما يتجاوز 50 مليون ريال، بخلاف مقدمات العقود والامتيازات المالية الأخرى. كل ذلك لم يخدم النصر في منافسات الموسم المحلي، حيث حقق البداية الأسوأ له في تاريخه، وذلك بعد 5 مواجهات في الدوري جمع منها 3 نقاط وضعته في المرتبة قبل الأخيرة. الضربة الأخيرة التي لحقت بالفريق الأصفر كانت في نهائي كأس الملك، حين خسر أمام الهلال لتفتح جرحاً آخر بين محبيه وعشاقه، ويتعزز لديهم السؤال: أين المشكلة؟ هل هي في المدرب والذي نجحنا معه سابقاً ببطولتي الدوري والسوبر، أم في الإدارة التي نجحت في توفير المال والصفقات؟